بوت بوت. انت هنا سمعت الاو، قالت اسمها او ولا قالت الساوند بتاعها او في بوت؟ الساوند بتاعها. طيب انا قلت بو ولا قلت بو؟ او بو اسمها ولا الساوند؟ اسمها اسمها. يبقى هنكتبها في اللونج ولا في الشورت؟ في اللونج. طب يلا حاول بقى تطلع لي، سمعني كده الساوند اللي انت سمعتهم. ها سمعنا ايه؟ ب بي. لا ما تقوليش الاول، قولي الساوند اللي انت سمعتها في بوت. بو ب بوت. اه ب. وايه كمان؟ و او و ت. قولي كده بوت، انا سمعت يا ميس فيها ب او ت. شفت انا قلت ازاي؟ يلا اعمل زي بوت بوت. بوت. ما قلتش بوت، قلت بوت. يبقى ب. ايه اللي اسمه، ايه الصوت اللي سمعته بعديها؟ او. او. وبعديها سمعت ايه كمان؟ تي ت ت ب او ت. طيب يلا نكتبها بقى. الب اللي هي مين؟ بي بي. طيب الاو عشان تقول او لازم يكون جنبها حد من اصحابها، ينفع يكون جنبها او 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 اي. بوت الاي بو اي اي، والاي سايلنت مش هنقولها. يبقى بوت ت ت ت بوت تي تي. ادي بوت. برافو عليك يا بودي. يبقى لما اقول لك يا بودي سمعني الساوند اللي فيها، تقطعها لي كده بالساوند بتاعتها ب او ت. طيب او ت. محمد يلا عايزين نقول كلمة لونج، نكتب لونج لونج لونج. الأول أنت سمعت إيه في لونج؟ قولي كده الساوندز اللي أنت سمعتها في لونج. اللام. لا ال ال. قولي كده ال. لا لا لا. يبقى إيه اللي بعد ال؟ لا لا لا. انا عايزك تقول لي انت سمعت ايه، انا عايز اسمع الساوندز اللي انت سمعها في لونج. هتقول لي ل او ن ج. طيب سمعت الاو يا محمد، قالت اسمها او ولا قالت الساوند بتاعها او؟ قالت او. انا قلت لو لو ولا قلت لونج؟ لا لا لونج ساوند. الساوند. يبقى هنكتبها في الشورت ولا في اللونج؟ شورت. في الشورت. طب يلا بقى نقول، يلا مين اللي بيقول لا يا محمد؟ ال ال. مين اللي بيقول او او؟ ال او. لون ن. ال ان. ال ان. لونج لونج لونج. ج ج ج. مين بيقول ج؟ الجي. الجي. برافو عليك. لونج اسمها جي. برافو عليك يا محمد. طب يلا يا مريم اسمعي الكلمة دي يا مريم. مريم تيم تيم. حرف التي. الاول قولي لي ايه الساوند اللي سمعتيها؟ الايه. تيم. هتقولي لي ت اي م. ادي الساوند اللي سمعناها ت اي م. يلا تاني، ايه الساوند اللي سمعتيها في تيم؟ إي. يبقى ت اي م. قطعيها زي ما قطعتها كده يا مريم. ت اي م.
اوكي سمعت الاي، قالت اسمها اي ولا قالت الساوند بتاعها ايه؟ قالت اسمها. اسمها. طب يلا بقى نكتبها، يبقى نكتبها لوحدها الاي ولا نكتب معاها حد؟ هنكتب معاها حد. طب يلا حبيبي، ها هكتب ايه الاول؟ حرف الاس العايزه اقول تي، بعد كده دبل اي، دبل اي او اي اي الاثنين صح، ام ام. برافو عليكي تيم، برافو عليكي يا مريم. لوجي لو سمحت ما تفتحيش المايك من غير ما من غير ما يكون دورك. والله هتقولي المره دي، قلتي في الاخير، المره الجايه تقولي في النص، المره الجايه تقولي في الاول، اتفقنا؟ اتفقنا يا لوجي؟ اتفقنا. هو دورك دلوقتي بقى يا لوجي، يلا انا عايزه نعمل سبيل مع بعض لفروج. فروج، انتي سمعتي ايه في فروج؟ ايه الساوند اللي سمعناها في فروج؟ اه لا قولي لي الساوند كلها. ها فروج، بصي يا لوجي لما اقول لك تقولي لي الساوندز ما تقوليش الحروف، مش عايزه اسمع letters، مش عايزه اسمع ار ولا اف، انا عايزه اسمع اللي انت سمعتيه من الساوند. سمعنا ر او ج، انا عايزه اسمع كده ر او. طب يلا هكتبها في اللونج ولا الشورت؟ الاو هنا قالت في اللونج قالت اسمها، ولا قالت في الشورت قالت الساوند بتاعها؟ في اللونج. انا اقول فرو فرو فروج. في الشورت، في الشورت الاو قالت الساوند بتاعها او. طب يلا سبيل قولي لي اكتب ايه في فروج. اف اف ار ار او جي جي. برافو عليكي فروج، برافو عليكي يا لوشي. طيب يلا يا بودي، هنرجع لبودي تاني. بودي عايزه اكتب، عايزه اكتب كلمه هايد. هايد قولي انت سمعتي ايه في هايد؟ هايد لا سمعت ايه، سمعت ايه هايد؟ ها ها اتش سمعت ه ه. قولي الاصوات اللي انت سمعتها. ها ها اي هاي ام د د، يبقى احنا سمعنا ه اي اي د. هنا 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 الاي قالت اسمها ولا قالت الساوند بتاعها؟ قالت اسمها. يبقى هنكتبها في اللونج ولا في الشورت؟ في اللونج. في اللونج. طب يلا نكتب هايد في اللونج يا بودي. يلا مين بيقول اتش 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 اي اي د د د دي. طب بس كده خلصت؟ دي. لا عشان الاي تقول اي لازم نحط مين في الاخر؟ نحط اي. اي برافو عليك. طيب يلا يا احمد، برافو عليك يا احمد. لا يلا اسمع الكلمه بتاعتك دي وقولها نحطها في اللونج ولا في الشورت. تيوب، قولها كده تيوب. طيب سمعت ايه في تيوب؟ ايه اسمع تاني يا احمد. تيوب تي تيوب. يا احمد انت سامع ايه في تيوب؟ سمعت ايه؟ سمعت ت ت ت يو يوب. انا عايزاك تقول لي انت يعني قطعها لي، قطع لي الساوند اللي انت سمعتها. تيوب تيوب تيوب
كيوب يبقى ايه وايه وايه؟ ت كي ت او ويو مش او او اللي هي يو تيو يو ب يو بي. يا احمد لما اقول قطعها يبقى ما تقولش الحروف بتاعتها، قول انت ايه الصوت اللي سمعته. سمعت صوت الت او او يو ب، انا عايز اسمع كده تيوب، سمعت ايه فيها؟ تي ت ت ويو او اللي هي تيو او ب او ب. انا ما قلتش او، انا قلت او تيو او، والاو هي اللونج يو اللي هي الاسم بتاع اليو. اليو يا حبايبي بننطقها يو او او، يو او او. طيب يبقى احنا هنا اليو قالت اسمها ولا قالت الساوند بتاعها؟ الساوند بتاعها، ما هي بتقول او يا او يا احمد، ما قالتش اه صوتها اه، هي قالت او. يبقى اسمها ولا صوتها؟ ما يبقى هنكتبها لوحدها اليو ولا معاها حد؟ اليو لوحدها. انت فاهم امتى بتقول اسمها؟ بتقول اسمها لما يكون معاها حد تاني من اصحابها، يعني ما تكتبهاش لوحدها. بتقول صوتها اه 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 لما تكون لوحدها. انت سمعت تيوب تيو او، في صوت الاو، اليو قالت او، يعني قالت زي اسمها او يو. يبقى لازم نكتبها ومعاها حد يا احمد. يلا مين اللي بيقول ت ت؟ مين اللي بيقول او او يو؟ اليو. اليو. مين اللي بيقول ب ب؟ بي. طيب عشان اليو تقول او او يو لازم نحط مين في الاخر؟ اي. اي يبقى تيوب. طيب يلا يا ريتال. نعم يا حبيبي. هو اشمعنى مثلا يعني انا احط الاي وما احطش اي فاول تانية؟ عشان دايما الاي هي بتتحط في الاخر، هي اللي بتتنطقش في الاخر. ماشي. يلا يا ريتال اسمعي الكلمة دي، انا عايزة بايت. يلا سمعتي ايه في بايت؟ قولي الاول ايه اللي انت سمعتيه في بايت؟ هتقولي لي ايه؟ ب اي ت، يبقى ب اي وت. سمعتي ايه في بايت؟ ايه الساوندز اللي سمعتيها في بايت؟ اي. كلهم كلهم بايت. ايه الاول؟ ب بايت، يبقى ب. اللي بعدها سمعتي ايه كمان؟ اي ت ت. يبقى مين كمان؟ ت. يبقى ب اي ت. يبقى هنا الفاول اللي انت سمعتيه قال اسمه ولا قال صوته؟ ايه الحرف المتحرك؟ انت سمعتي بايت، يبقى واحد فيهم دول قال اسمه ولا قال صوته؟ اسمه. اسمه اللي هو مين اللي قال اسمه؟ اي. اي برافو عليك. يبقى نكتبها في اللونج ساوند ولا الشورت ساوند؟ في اللونج. يبقى هينفع نكتب الاي لوحدها، الاي لوحدها، ولا هنكتب الاي ومعاها حد، معاها حد تاني يا ريتال؟ معاها حد تاني. معاها حد تاني، عشان احنا لو عشان هي قالت اي يبقى هي معاها حد تاني. طب يلا مين اللي بيقول ب ب ب؟ مين اللي بيقول اي؟ الاي. مين اللي بيقول ت؟ ت ت التي. تي. مين بقى عشان خاطر الاي تقول اي مين في الاخر ومش بنقوله؟ الاي. الاي يبقى بايت. هنا الاي قالت اسمها اي. برافو يا ريتال. يلا يا لوجي، عاوزه يا لوجي اكتب كلمه هوب. هوب. سمعتي ايه يا لوجي في هوب؟ اتش ها 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 هوب. او
ب. طب هنا الاو قالت اسمها او ولا قالت الساوند بتاعها او؟ هي اسمعي اسمعي تاني الكلمة دي يا لوجي. هوب لونج لونج قالت اسمها قالت اسمها. طب يلا مين اللي صوته ه ه ه؟ مين اللي بيقول ه ه؟ اتش اتش. ها والاو والاو والبي والبي. خلصت كده؟ والايه ايه ايه والاي. هوب. برافو عليك يا لوش. يلا يا حلا. حلا نعم يا مس. نعم يا روحي. يا مس انت ما طلعتيني. مين ده خالد ولا مين؟ انا نانا. عارفه يا لانا بغير بس الترتيب يا لانا. حلا حلا مش بترد عليا بسرعه. حلا مش عارفه بتعمل ايه.